حددت جامعة حلوان موعد امتحانات الترم الأول 2021 كأول جامعة مصرية تتخذ هذا الإجراء بعد قرارات المجلس الأعلى للجامعات، والتي أكدت على عقد اختبارات الفصل الدراسي الأول بعد انتهاء أجازة منتصف العام. وبالنسبة لموعد امتحانات جامعة حلوان 2021، وأعلنت كلية اقتصاد منزلي جامعة حلوان جدول امتحانات منتصف العام الدراسي 2020-2021، معلنة بذلك عن موعد بدء امتحانات في جميع كليات الجامعة. وتشهد الكلية هذا العام إقامة امتحانات منتصف العام الدراسي في أجواء من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة الطلاب. وقالت إدارة شؤون الطلاب بكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان إن امتحانات منتصف العام الدراسي للطلاب ستبدأ يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021، وتستمر حتى تنتهي يوم الثلاثاء الموافق 9 مارس 2021. وحرصت الكلية في وضعها للجداول لامتحانات منتصف العام الدراسي 2020-2021 تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية لتفادي وقوع أي حالات تكدس أو زحام قد يتسبب في إصابة كورونا. وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري أمس السبت في جامعة حلوان، وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار على أهمية استغلال فترة إجازة منتصف العام لاستكمال الاستعدادات لاستكمال الدراسة بعد انتهاء الأجازة، مع استمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع الجامعات. ووجه وزير التعليم العالي بإعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم، والتي تقرر أن تبدأ عقب انتهاء أجازة النصف العام مباشرة، مؤكدا أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا بشكل يومي. وتنطلق امتحانات كلية الاقتصاد المنزلي يوم السبت 20 فبراير بمادة حقوق الإنسان من 9 صباحا وحتى 12 والنصف ظهرا، ويليها الغذاء والتغذية الاثنين 22 من الشهر، ثم مدخل لعلوم الاقتصاد المنزلي الأربعاء. وتستكمل الامتحانات في الأسبوع التالي، حيث يمتحن الطلاب علم الحيوان السبت والصحة البيئية الاثنين ومقدمة في علم النسيج الأربعاء، وفي الأسبوع الثالث والأخير رياضة وإحصاء السبت واللغة العربية الاثنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.